السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحيحه ديالكم؟ كلشي بخير. مرحبا بالناس الجداد معايا والقدام، وشكرا لكم بزاف بزاف اللي دخلتوا عندي القناه وفرحتوني وعجبتكم القناه ديالي، شكرا لكم بزاف بزاف. المهم دابا راجلي كما سمعتوا كيكلاكسوني باغيني نهبط، غادي نمشيو نخرجوا، غادي نمشيو للمرجان غنكسيو بنتي وغادي نخرجكم معايا ان شاء الله، وملي غادي نجي غنوريكم اشنو خديت. المهم غدوزوا معايا نص نهار، يلا خليكم معايا. هاد الكولونات زويونين، كاين من الوان ديال اليوم 59 درهم. هاد اللوين زويون، هاد البيج زوين. الثمن ديالها 219 درهم، ولكن راه زوينه سخونه وفنه، مقطنه من الداخل. مع اليوم الاثنين لقينا مرجان خاوي، لقينا خاوي ما عامرش. السلام عليكم بنات، انا رجعت لكم وسمحوا لي واخا قلت لكم غادي تدوزوا معايا نص نهار وما كتابش دوزوا معايا، لحقاش يلا دخلنا المرجان كنتقداو وهما يعيطوا لنا الناس، قالوا لينا رحنا جايين عندكم في الطريق، جايين عندكم للدار وما يمكنش لنا جايين عندنا وغنخليهم كيتسناو. قلنا لهم حنا ما كاينينش في الدار، ولكن دابا غادي تلقاونا في الدار. صافي خدينا غير داكشي خفيف، داكشي اللي خاصنا، قلنا سال من بعد ان شاء الله ورجعوا، وجينا ولقينا الناس مازال ما وصلوش، عيط خلنا حنا وجاو الناس. المهم ما كيجي عندك على اللي كيبغيك. كنا ناويين غنتقداو من مرجان داكشي اللي خاصنا، وغادي ندوركم شويه معانا وغادي نمشيو لواحد البلايصه زوينه كنا غنتغداو فيها وغنديكم معايا تشوفوا. الساعه ما كتابش المره الجايه ان شاء الله. المهم انا علاش ديتكم معايا المرجان باش نعطي فكره للناس اللي باغيين يكسيو وليداتهم دابا مع عيد عيد المولد النبوي، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وباش ما كتمنوا ليا البنات. لحقاش قطع ليا التليفون، غادي ندور شويه باش نبان. قلت لكم بغيت نعطي غير فكره للناس اللي باغيين يكسيو وليداتهم في هذا العيد، ويعني كيحتاروا كيقولوا فين غادي نمشي ومين غادي نشري، وكاين هنا الاثمنه غاليه، كيبقاو يدوروا من هذه البوتيكه لهذه البوتيكه. كنصحكم من الاحسن تمشيو للمرجان. انا ماشي كندير ليه الاشهار ولا شي حاجه، غير هو كيعجبني انا، كرتاح ليه، فيه تويبات زوينين ديال القطن، كتلقاو القطن الفري، كتلقاو المونطوني عندهم فري، وكتلقاو الثمن مناسب، يعني كلشي يقدر يكسي وليداتو من تما. بحال مثلا وحقها وما تمشيوش للمرجان، دخلوا للبوتيكات اللي كيكونوا في مرجان، دخلوا المرجان الداخل فين تيكونوا دوك البلايص، دوك بحال الزنيقات فيهم الحوايج ديال الدراري الصغار، تما ملي كتاخذوا فيهم ديال الكبار وديال الصغار، غير هو تما ملي كتاخذوا ما تاخذوش من البوتيكات، حيت البوتيكات حتى هما كيكونوا فيهم تنشيط ديال الغلا.
المهم دابا غنوريكم الحوايج اللي خديت لبنتي وغنقول لكم الاثمنه وانتم غادي تشوفوا غادي تحكموا. واخا انا راه مازال ما خديتش لا داكشي اللي مازال خاص، مازال خاصه الجاكيطه، مازال خاصها مازال خاصنا شي سليبات سماطي ديال التحت. المهم كما قلت لكم مع جاوا عيطوا لنا الناس خدينا غير داكشي اللي دغيا دغيا، وخدينا شي حاجه ديال الدار بحال شي قضيه خفيفه وصافي وجينا. المهم غادي نبدا لكم اول حاجه اللي عجبتني بزاف وجاتني بثمن مناسب وهي الكيطمه. حيت انايا انا هدي حرفت شي هاد الشيء ديال الدراري الصغار، كنت كنخيطو انايا كنت كنخدمو، هدي هي الحرفه ديالي يعني ما كنتقاولوش في كما كنقولو. كنعرف الاثمنه واش غالي ولا رخيص، وكنعرف الجوده ديال الثوب، كنعرف الجوده ديال الخياطه واش مخيطه مزيان، واش يعني كنعرف هدي هي الحرفه ديالي. كنعرف اشنو كناخد، هذاك الشيء علاش بغيت نعطي النصيحه للناس باش يكسي وليداتهم من المرجان كيكونوا فيهم حويجات زوينين. السبرديلات انا دائما تنكسي بنتي من تما، السبرديلات، البانطوفات، الصنيدلات، كيطمه، داكشي ديال الصيف ديال الشتا، وتيصدقوا لها الحوايج مخيرين كتلبسهم وكتعاودهم، ومني كيصغروا عليها كنصدقوا في سبيل الله بحال باقيين جداد. عي كنصبن السبرديلات ديال المرجان كنصبنهم كيرجعوا يشعلوا، كنصدقهم في سبيل الله. المهم هاد الكيطمه هادي عجبتني حمقاتني انتما كما كتشوفوا ديال المونطوني، شتو ديال المونطوني سخون، هاد المونطوني راه سخون. وهنايا عندها هاد الكابيش، هاد الكابيش ومغلف مونطي بهاد الثوب المقطن زوين، وفيها هاد الموزونه هادي سي عجباتني. كتبدل ليها بحال ما هكا اللوينات كيتبدلوا، كتبقى انا نبدلهم وغادي تشوفوهم. الثوب ديالها زوين وغنقول لكم الثمن ديالها، يعني الثمن ديالها مناسب. انتما هنا بدلت ليها هاد الزواقه، ولا بغيت دابا نبدلها غادي نهبط بحال ما هكايا كتبدل. ديال الموزون زوين، عجبني التويب ديالها وعجبني حتى الشكل ديالها. السروال ديالها هو دابا تبدل ليها الشكل. السروال ديالها حتى هو فيه هاد الكوت من هنا من الرجيلات، والجويبات والثوب ديالها زوين فن. هادي كدير هاد الكيطمه هادي كدير 219 درهم، راكم شفتوها معايا في الفيديو فاش زوميت عليها، 219 درهم يعني 4400 ريال باش خديتها. يعني هادي مقارنه مع الثوب ديالها والخدمه كاليتي وثوب زوين وسخون وكلشي مونطوني زوين، 4400 راه ثمن مناسب. يعني هادي الا مشيتو للبوتيكات مع دابا قرب العيد راه تقدروا تاخذوا حتى لديك 6000 ريال ولا 8000 ريال، يعني ناقصه عليكم على الاقل واحد 100 درهم ولا 3000 ريال اللي ناقصه. وشفتوها كي دايره عرفتي في اللبسه كتجي كتحمق، كتفهم البوانيات وهذا كتجي فنه. وخديت لها هاد السبرديله، هاد السبرديله تاهي خديتها ليها زوينه، هادي خديتها ليها ب 2400 يعني 120 درهم، زوينه عجبتني. شفت السميله ديالها فنه، وحتى هي زوينه. عندها السنسله هنايا، عندها هنايا هاد السنسله، هادي ب 120 درهم زوينه، كتلبس مع كلشي. شو ديال الجين كتلبس مع كلشي، مع الكيط مثلا اللي خديتها لها هاد الكيط ما غتلبسها معاها، تلبسها مع الكيط ما تلبسها مع الجينات، تلبسها مع كلشي. يعني 120 درهم راه ثمن مناسب. وهادو ديما تناخذ ليها سبرديلات في الاشكال وانواع من المرجان، تلبسهم وكنصبنهم وتيرجعوا جداد وما كيتحلوا ما حتى شي حاجه. يعني هذه تلقاوها في البوتيكه بهذا الثمن، ما نظنش 2400 يعني 120 درهم راه ثمن مناسب وصحيحه وزوينه وكلشي، ومن الداخل سخونه. المهم هذه خديتها لها غنلبسها لها مع هذه الكيطمه. وخديت ليها شي بانطوفات، خديت لها هذه البانطوفه هذه ب 30 درهم، هذه خديتها لها ب 30 درهم تلبسها غير في الدار، من هذوك اللي تيتزيرو بحال ما هكا، زيرو على الرجيله ديال البنيه، هادي ديال الدار تلبسها في الدار. وهادي تاهي خديتها لها عجبات، هادي راه من الصباح هي لابساها كدور بها، عجبات تاهي زويونه، بقات لابساها حيت لها تيكيته وبقات لابساها كدور بها. هادي خديتها ليها ب 40 درهم، هادي مع طالعه وزوينه سخونه من الداخل. هادو بجوج خديتهم ليها تلبسهم في الدار. وخديت ليها هاد البودي هذا زوين ديال ليكرا، ديال ليكرا قطن، خديتو ليها ب 50 درهم. وخديت ليها هاد الكولون هذا حتى هو عجبني زوين،
هاد الكولون ديال ليك راه هو ديال القطن وسميتو شفتو ديال ليك راه ديال القطن وعجبني فيه الموديل وعجبني فيه اللوين وكلشي. هذا غادي نلبسو ليه مع هاد البودي وغندير ليه هاد جاكيطه مونطو في الكحل جاكيطه مونطو ومقطنه من الداخل بهاد اللون ديال الكولون. بالحق انا ما لقيتش ليها الجاكيطه عجبتني ولكن ما لقيتش ليها الطي على قدها. احسن نعاود نرجعوا ان شاء الله باش نشوف الا جابوا ليها الطي على قدها ناخذها ليها. المهم كما قلت لكم هذا الكولون عجبني زويون. هذا خديته ب 59 درهم. هذا خديته ب 59 درهم ولكن راه زوين مقطن وزوين فن ديال ديك ليكرا السخونه زوين. وحتى هو فيه هذيك الموزونين اللي كتغير كيتغير لها اللون ديالها شفتوا. يعني غادي نلبسو ليها مع هادي مع هاد البودي وغادي نلبسو ليها مع شي صبيبيط في الكحل وجاكيطه حتى هي في الكحل وداك التبطين ديالها في هاد اللون صافي. وخديت انايا خديت هاد الكريم ديال اليدين خديتو من مرجان حتى هو كناخدو ب 52 درهم كناخدو اليديه زوين صافي. هادشي اللي خديت بغيت نعطيكم فكره على الحوايج ديال الدراري الصغار. ورا مازال غناخد لها واحد جاكيطه وغناخد لها سليبات ديال تحت سميطات لحقاش ما لقيناش الطي على قدها وقالوا لنا حتى ترجعوا وسولنا قالوا لنا حتى ترجعوا راه غادي تدخل عاوتاني السلعه هاد السيمانه. بغيت ناخد لها سميطات ديال تحت وناخد لها بوديات نصكم وناخد لها جاكيطه ان شاء الله. ومازال غناخد لها شي حاجه اخرى حيت انا اصلا كنكسيها بالعيد بلا حتى شي حاجه كنكسيها من المرجان. دائما الكسوه ديال بنتي كنكسيها من المرجان وكيصدقوا لها حويجات زوينين ديال المرجان. فهذا علاش بغيت نعطيكم فكره. هادشي اللي كاين البنات والولاد وكاع اللي معنا في القناه كنشكركم بزاف على المتابعه وكنتمنى تكونوا استفدتوا مني ولو غير شويه في هذا الفيديو. واللي اول مره كيشوف القناه وعجباته وانا متاكده ان شاء الله غادي تعجبكم تفعلوا مع اختكم وتابوناو معايا وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يبقى يوصلكم الجديد. هذا فضل منكم ماشي امر. شكرا لكم بزاف بزاف. السلام عليكم حتى الفيديو واحد اخر ونتلاقاو.